بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في الجزء الثالث من الشابتر الأول لمساق ديجيتال لوجيك ديزاين أو تصميم منطق الحاسوب. حنكمل اليوم من عندي ما توقفنا المرة الماضية، وموضوعنا راح يكون زي ما أنتم عارفين هو اليوم الباينري كود. مؤشر الليزر فقط، ماشي. الباينري كو احنا عملنا الماضي عند الكومبلمنتس، خلصنا عند الكومبلمنتس والسايند باينري نمبرز، فقط عندنا فقط بقي عندنا هذا الشابتر هو 1.7 الباينري كودز وال 1.8 باينري ستورج اند ريجسترز والباينري لوجيك. تمام، نطلع مباشرة على 1.7 حتى ننتهي من هاي المسألة ان شاء الله. عندي باينري كود، تمام. الباينري كودز اول حاجه هنتعرف على حجم البي سي دي كود، اكو شف او ترميز البي سي دي او تشكيل البي سي دي. البي سي دي امر بسيط، انه هو لما يكون عندنا رقم عشري مكون من اربع خانات مثلا، حكون عندنا نحسب له كم ديجيت بده، كم رقم ثنائي بده، نضرب في أربعة، يعني عندنا أربعة كي، بمعنى هو بنرمز لكل رمز في الـ BCD بأربع إيش؟ بأربعة بيتس، 000 بدل الزيرو. لو عندنا واحد بصير 001، تمام؟ فلو كان عندنا مثلا 191 حطوا على الواحد، حيكون لأربعة، والتسعة حيكون لأربعة، والواحد كمان مرة حيكون لأربعة. مثال على ذلك، كمان مرة عندنا 396 مثلا، هنعملها بريزنتنج الـ BCD كود. 6 هناخذ لها رقم 0110، وال9 هتكون 1001، وال3 هتكون ايش؟ 1100. تمام، هيك يعني كل ديجيت اخذ له، او كل خانه اخذت لها لأربعة بت، يعني with each group of 4 bits representing 1 decimal digit، يعني كل خانه عشريه يتم تمثيلها بأربعة بت. الديسيمال نمبر ان بي سي دي از سيم از ايكوفالنت، يعني بمعنى انه البي سي في البي سي دي والديسيمال نمبرز نفس التمثيل لهم في الباينري من 0 ل 9، يعني من 0 ل 9 نفس التمثيل في الباينري والبي سي دي مطابقان، بعد التسعه بصير الاختلاف. ذا باينري كومبينيشن 1010 مثلا ثرو 11 11 11، هذول مالهم؟ هذول ما بيجوا بعد ال 1001، من بعديها يعني من عندي 10 لعندي 15 عبارة عن أكواد غير مشغولة أو غير معناش معنى في البي سي دي كود. تمام، أوكي. نيجي هنا الكونسيدر ديسيمال مثلا 185، رقم 185 عشري، نعمل ريبريزنتنج في البي سي دي كود الباينري. عندنا 185 عشري بتساوي، شوف الخمسة 1010، تمام، الثمانية 0001، ولا واحد 1000. طب لو نحولها ثنائي بتصير شو شكلها؟ بطريقة هذه 1001101، تمام. اذا في اختلاف صار بين التمثيل في البي سي دي كود والباينري كود، تمام. فهذا الفرق، انه هذا كل خانه اخذت لها اربع بتس، لكن 585 نحولها على ثنائي بنقسم على اثنين زي ما انتم عارفين الطريقه، وبطلع النظام بيطلع ما يكافئه في النظام الثنائي بعد القسم على اثنين والباقي وما الى ذلك، الطريقه اللي عرفناها اول المحاضره او اول الفصل. البي سي دي اديشن يتم كالتالي، يعني مثلا 4 زائد 5، 4 زائد 5 يعني 0 زائد 1 بيطلع 1، 0 0 1، 1 زائد 1 0 زائد 1، 0 1 بنزل هنا كمان مره بيطلع 4 5 9. لسه ما زلنا في الرينج اللي هو معترف فيه في البي سي دي كود، وهم يقابل ال 9 ال 101، تمام. طب يجينا هن 4 و 8 سنة 12 و 9، اذا في حيطلع لنا الناتج هنا 0011 اكثر من في الرينج اللي مش مسموح فيه، فان صار في عندنا 0110 اللي هي تكافئ الستة، جمعناها عشان يطلع الجواب، بس ظل عندنا هان في واحد زياده هنشوف قصته بعد شويه. الثمانيه والتسعه نفس الموضوع، صار عندنا 17، صار بعد العشر القيمه ايش؟ عشان نحل المشكله جمعنا مع 0110 6، اللي هي تكافئ 6 في النظام ايش؟ الثنائي، تمام، او في النظام العشري عفوا.
بيطلع الجواب عندنا 1101، في عندنا برضه واحد زيادة، الواحد هذا ايش هنعمل فيه قصته؟ هنشوفه في السلايد الجاي ان شاء الله. مثال ثاني للجمع اكزامبل، عندنا 184 10 زائد 576 10 بيساوي 670 ان بي سي دي، تمام؟ نجمعهم مع بعض، 184 زائد 576 اجمع 0010 زائد 0110، تمام؟ اجمعهم مع بعض 0011 زائد 1011 1 بتنزل، تمام؟ هذا 0 زائد 10 0 زائد 10 0 زائد 10 1 زائد 0 0 زائد 1 نزل. طب هذا كيف جت عندنا هذا صار 0 زائد 1 بيساوي 0؟ لانه في عندنا 1 باليد، الواحد بيلاقي من اجى لقينا احنا عندنا لما طلع عندنا رقم 0101 في خارج اطار الارقام المعتبره في البي سي دي كود، عملنا تصحيح للموضوع وجمعنا السته اللي هي 011 مظبوط، جمعناهم مع بعض طلع عندنا هذا 1 باليد اللي حكينا عنه قبل شوي، هنعرف قصته، الواحد باليد ما ضلوش هنا لا اخذناه فوق، تمام؟ اجمع معهم بيطلع الجواب كذا زي 000 اربع مرات بعدين واحد. يا مرة هذا في خارج الإطار المعترف فيه في البي سي دي كود أو الفاليد أو السير المفعول في البي سي دي كود، جمعنا له كمان مرة ستة صار 0 0 1 1 0، والواحد نزلت أخذناها رفعناها كمان مرة هنا فوق باليد، كمان مرة واحد بيد واحد واحد نزلت واحد نزلت 0 0 بيطلع 1، إيش هالشيء المعترف فيه 0 1 1 1 0 معترف فيه في البيزمو، المش معترف فيه أو لا يمكن ليس له قيمة نعمل له ادنج لسيك 6 بي سي دي سام بيطلع ايش 11 0 11 0، تمام؟ هذه الجمع في البي في الايش في البي سي دي كود. نيجي على النوع الثاني اللي هو او التيبل بتمثل البي سي دي كود اللي هو عندنا من 0 ل 9 فاليد، والان يوز بيت كومبينيشن اللي هي 0101 اللي عندي 111 اللي هي من ايش من عندي ال 10 الى عندي 15، تمام؟ هذا انواع اخرى من البي سي دي كود مش هنطرق لها الجيت، احنا معنيين في الان في اول خانتين ايش الانيوز بت واليوز بت في البي سي دي كود، تمام؟ النوع الثاني اللي هو الجري كود، الجري كود هذا ماله؟ الجري كود عباره عن نظام او تشفير بيتم الترميز فيه بطريقه انه احنا بس نخلي بت واحد يختلف من رقم من عدد لعدد اللي بعديه، يعني عندنا الزيرو عن الواحد اختلف فيها بت واحد. الواحد واحد تقابل اثنين صار فيه عندنا اختلاف بس كمان مره بت واحد. طيب الثلاثه خمسه عندنا 01 مش 1100، ليش؟ احنا غيرنا قلبناها هذه الطريقه عشان بس يصير عندنا ايش؟ يصير عندنا الايش؟ القيمه المختلفه القيمة عفوا اللي بنحطها هنا بس تختلف بت واحد عن اللي قبله، يعني بدل ما اقول هنا عندنا 001 زي المعتاد في النظام الثنائي، صار عندنا 010 عشان بس نخلي اول خانة تختلف عن اللي قبله، فصار في شقلبة عن اللي بعديها، يعني بس اختلفنا بت، فهان المعنى only a bit in the code group changes in going from one number to the next، يعني في الحالة اللي مش لقدام بتغير بس ايش بت واحد، اسهل هذا بسهل الريدكشن اكتشاف الاخطاء. بسهل موضوع representation of analog data تمثيل البيانات التناظرية مش التماثلية، طبعا التناظرية تمثيلها أسهل بصير. lower ايش lower power design لأنه تصميم هذا بيكون أكثر موضوع الباور ديزاين أنسب له، تمام؟ عنا شفتوا كيف يصير زيرو عن اختلاف واحد بس، هان الحالة هذه اختلفت صار كم مرة بس بيت واحد اللي هو تقريبا البيت الثاني، هان اختلف الأول صار 010 بعدين 011 تمام، وبعدين 111 ثلاث وحدات، بعدين عندنا 011 وبعدين ايش 001، تمام؟ اوكي. هذا بالنسبة ليش الجري كود. عندنا النوع الثالث المشهور كمان هو الاسكي كود. الاسكي جاي من ايش؟ امريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج، وهذا التيبل الاسكي الامريكي المستخدم في ايش؟ اكثر شهرة واستخدام عالميا. يشمل عفوا جميع الاعداد الارقام من 0 ل 9، الحروف الكابيتال لتر والسمول لتر، بيشمل كمان الرموز الخاصه زي الدولار ساين البرسنتج الاند والنقطه والاقواس والنجمه والعلامه الحسابيه جمع وطرح والقسمه وعلامه استفهام وتعجب، كل ما هو يعتبر من الرموز تستخدم تشوفوها على الكيبورد تبع الكمبيوتر، الى جانب ايش؟ اكواد التحكم زي ايش؟ باك سبيس
والانتر والسبيس والفورماتنج تبع التكست، يعني اول صفحه اطلع اول صفحه اند اوف تكست بيجن اوف تكست او ما الى ذلك. زي ما انتم ملاحظين عندنا لو جبنا اخذنا السطر مع العمود بيطلع لنا أربعة أو ثلاثة، هي بتكون 7 بيتس هي قيمة أي تشفير. فلو قلنا مثلا الـ A، الـ A بتساوي شو؟ هناخد عندنا 100 تبع السطر، جنبها بكون عندنا 00 إيش؟ 1. الـ 001 بتساوي قديش هذه؟ تمام؟ اللي هي بتساوي إيش؟ 4 طبيعي ما تعرفين. المهم فواحد هان إيش؟ 41. الاسم واللتر بتساوي ايش هذه؟ هذه بتساوي 6 011، حطينا من 1 61، حنلاقي احنا عندنا 4 بتس، بعدين 5 6 7، 4 بتس 5 6 7، البت هذا رقم 6 لو غيرناه من 0 إلى 1 حتكون غيرنا من A ل A، من سمول ل كابيتال لتر، تمام؟ عندنا في الأرقام مثلا من عندي رقم من 0 تمام 000 جمع 3 من 30 يعني لعند 9 اللي هي 1001 اللي هي 9 اللي هي ايش بصير عندنا 39 يعني من 30 39 تعبر على الارقام العشريه من 0 ل 9 تمام. هذا من طرائف وما يلفت النظر في الاسكي كود تمام. نيجي هنا على الرموز اللي كانت مطبوعه مكتوبه ولها رموز في الجدول السابق. هلا عندنا النول ترمز الى النول، اس تكس يعني اس تي اكس يعني ستارت اوف تكس، اس اتش ستارت اوف هيدنج مثلا، واكنولجمنت هيها رمزها، الباك سبيس والاس بي واسكيب وكانسل، كل هذه الرموز هي معانيها موضحه هان تمام اللي كان قبل شوي في الجدول. طبعا معروف انه هو البوبيلر الاسكي كود هو اكثر انتشارا في العالم، هو بيتكون من 7 بت زي ما حكينا قبل شويه، 94 مطبوعه زي الحروف الكبيره كابيتال وسمول طبعا اللاتينيه الانجليزيه، عندنا الارقام من 1 ل 9، الرموز اللي حكينا عنها اكبر اصغر او الدولار ساين واليساوي والبرسنتج والتعجب والاستفهام، وعندنا 34 رمز لا يطبع، هذول تبعت التكست فورماتنج يعني تنسيق الصفحه وتنسيق الرموز وادخال والانتر والانبو والسبيس وما الى ذلك، فمنهم زي الباك سبيس وال والكارج ريتيرن وظيفة نان برنتنج كاركترز تستخدم في ايش؟ فور تكست فورمات تنسيق النصوص تمام. وذر نان برنتنج كاركترز يوزد فور ريكورد ماركينج احنا نحدد الماركينج تبع الفلو كنترول تحكم يعني تحكم في الجهاز زي الاس تي اكس والاي تي اكس ستارت اند اند اوف ايش تكست ارياز بدات النص لهذا النص، كل هذا ايش؟ عبارة عن رموز التحكم غير مطبوعة على الشاشة، يعني ما بتطبعش لها شيء مقابل على الشاشة لما نطبعها، وإنما بتحكم فيها في مسار النص والفورماتنج، تمام؟ الاسكي كود هاز سم انترستنج بروبرتيز، يعني تو حكينا عنه هذول انترستنج الصفات المميزة والبروبرتيز المميزة، إنه 0 ل 9 بتكون من 30 هكسا ديسيمال ل 39 هكسا ديسيمال مثلا. عندنا الاور كيس اي تو زد سبان من 41 نظام السادس عشري الى ايش؟ الى 5 ايس نظام السادس عشري، والسمول لتر من 61 هكس ديسيمال تو 7 اي هكس ديسيمال تمام. لو اخذنا الست بت السادس زي ما حكيت قبل شويه وقلمنا عملنا فليبنج يعني من 0 ل 1 1 0 فبنبدل بين الكابيتال لتر والسمول لتر. تو حكيت عن القصه هذه بس بلفت نظرها لها كم مره في استاذ خاص. طيب نيجي عن الباينري كودز فيما يتعلق بالايرور ديتكشن، اكتشاف الاخطاء، اكتشاف الاخطاء تو ديتكت ايرورز ان داتا كوميونيكيشن ان بروسيسنج اند 8 بت از سم تايمز ادد تو اسكي كود، عشان نكتشف الاخطاء في الاسكي كود بنضيف له بت ثامن، هم كانوا سبعه عدناهم قبل شوي بنحطوا له بت ثامن على اقصى اليسار. هذا البت الثامن بضيف موضوع انه يعمل انديكيتنج للباريتي، الباريتي يعني ايش نوع الباريتي؟ الباريتي بتحدد نوع المسج اللي في الرساله، هل التوتال نمبر في الونز بصير هو عدد زوجي ولا عدد فرد؟ هذا بسموه البرتي بت، يعني مثلا عندنا البرتي بت ايش ماله؟ البرتي بت مثلا مجموع الوحدات في الكلمه اللي عندنا وصلت مثلا بيساوي اربعه، اذا عندنا اربع وحدات مجموعهم اربعه يعني عدد ايش؟ ايفن، فبكون برتي عندنا ايفن، لما كان مثلا جمعناهم طلعوا ثلاثه بيطلع العدد ايش؟ فردي يعني بكون اود. وبالتالي احنا بنضيف واحد لما يكون البرت المقرره بين المرسل والمستقبل حسب متفق عليه تكون البرت عندنا بايفن او اود. حسب في المثال هنا مثلا عندنا الاسكي كود الاي بيساوي ايش؟ 1000001 يعني تمام، في عندنا اثنين وانز،
المتفق عليه تكون البرتي عندنا ايش ايفن برتي، يعني صرنا عادل الوحدات على الطرف الاخر يكون زوجي. فها نزلناها زي ما هي، والخانه الثانيه حطيناها في الصفر عشان يكون مجموع الواحدين بيساوي ايش؟ بيساوي زوجي، ما غيرناش ولا بدلنا، تمام؟ اما لو كان متفق بين المرسل والمستقبل يكون البرتي عندنا اود يعني فردي، فاضطرينا نحط هنا كمان واحد، فصار عندنا واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي ثلاثه، يعني عدد فردي. نفس الموضوع بالنسبه للتي، التي عندنا واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثه، لو كان اتفاق انه يكون البرتي عندنا ايفن بنضطر نحط هنا كمان واحد، صار عندنا واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي اربعه. الاود برتي عندنا زيرو، هان الاود برتي تكون البرتي عندنا هان في التي بتكون فردي، فها حطينا ايش زيرو محلها، لانه اصلا هم ثلاث وحدات، هم حيطلع زي المتفق عليه تكون البرتي عندنا ايش فردي اود برتي، تمام؟ ارجو تكون موضوع الاود برتي والايفن برتي واضحه. بنزود واحد لو كان اتفقنا انه تكون ايش مثلا ايش اود يعني فردي، وكان عدد الوحدات زوجي بنحط واحد، بنحطش واحد لو كان متفقين انه يكون فردي ايش وهم اصلا فردي. العكس في الزوجي، لو كانوا هم اصلا زوجي بنحطش واحد، لو كانوا هم اصلا فردي لازم نزود واحد عشان يصير البرتي عندنا ايش زوجي ايفن، تمام؟ وبحيث تصل على الجهه الثانيه في خلل صار في الطريق، واحد احد الوحدات انقلب الصفر، المستقبل بعد الوحدات في الكلمه بلاقيهم فردي وهم متفق يكونوا زوجي، او في خطا رجع ابعاد من جديد او هكذا، اجى عد الوحدات بلاقيهم فردي والاصل يكونوا هم زوجي، او في خطا ابعاد من جديد. العكس كمان في موضوع الزوجي، عدهم لقاهم ايش فردي هم في الموضوع الزوجي، عدهم زوجي هم اصلا يكونوا فردي او عدهم فردي هم يكونوا زوجي، فبقول في خطا وابعاد، تمام؟ هذه القصه. طبعا هذه الريدوندنسي بسموها ايش؟ الريدوندنسي زودنا بت زياده، اكسترا انفورميشن ادد، يعني بنزودها in the in form of extra bit يعني can be incorporated to into binary code what to detect and ايش correct errors، عشان نضيفها للباينري كود حتى ايش تعمل اكتشاف وتصحيح الاخطاء. طبعا تصحيح الاخطاء مش دائما سهل، بس اكتشاف الاخطاء ممكن اسهل زي ما حكينا القصه قبل شويه. السمبل فورم اوف ريدندنسي، اسهل طريقه في ريدندنسي هي موضوع الباريتي، هي عبارة عن اكسترا بت اضافي يتم اضافته او الصاقه في اخر الكود على اليسار، بيكون قيمته واحد او صفر حسب، عشان تخلي ايش الكلمة قيمة الباريتي اود اور ايفن زوجي او فردي. الباريتي كان ديتكت اول سنجل بيتس، دائما سنجل بيت يتم اكتشافها، بس مش دائما يتم اكتشاف الدبل دبل ايرورز، لانه احيانا بيكون الدبل غلطه وكمان غلطه بتصلح حالها الغلطه. فاحنا مثلا الكود مثلا انه هو البرتي زوجي، هو تكون المفروض تكون زوجي، لكن لكن في الاصل المشكله وين كانت؟ انه اثنين بالتين بالتين فيهم صفر صاروا وحدات، فصار في خطا غير يتم اكتشافه. فمش دائما الاخطاء الزوجيه يتم اكتشافها، مثلا دبل بي دبل ايش ايرور او مالتيبل بيت ايرور. A code word has even parity if the number of ones in the code word is even. يعني كود وورد هو ايفن بارتي، هو فردي. اوف وانز ان ذا كود وورد از ايفن، اذا كان ايش؟ اذا كان الوحدات بيساوي واحد، تمام؟ يعني المجموع تبع الوحدات في الكلمه واحد، فبكون ايفن اذا كان مجموعهم ايش؟ ايفن زوجي. والاود بارتي بكون مجموع الوحدات هو في الكود بيساوي اود، لما يكون ايش؟ مجموع فردي بيكون عندنا اود بارتي، يعني ايش؟ لما يكون اود بيكون اود بارتي، تمام؟ مثال المسج هان عندنا مثلا عندنا واحد 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 اربع وحدات، يعني عندنا الايفن بارتي. فان واحد 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 ثلاث واحد، يعني عندنا ايش؟ اود بارتي في المسج بي، تمام؟ هذه عشان اوضح كيف يكون، بس توضيح نهائي لموضوع البارتي. طبعا مهم جدا موضوع البارتي بت واكتشاف الاخطاء في الاكس اسكي كود، الثامن بنضيفه عشان نكون عندنا البارتي مثلا 8. يبلي سؤال مثلا اعمل لي هذا الاسكي كود لرقم كذا من التيبل، عدل لي اياه بحيث انه يكون عندي البرتي في ايش زوجي او فردي. فانت بتفهم كيف تتعامل مع التيبل مثلا، تطلع منه الكود وايش، وبتطلع وبتضيف او بتضيفش زيرو او واحد حسب ايش، بتضيف واحد او بتضيفش عفوا عشان يطلع البرتي عندنا زوجي او فردي مثلا كمثال. نيجي على موضوع الباينري ستورج اند ريجسترز، التخزين في الباينري الثنائي والمسجلات. عندنا باينري سيل، باينري سيل على خليه واحده تحمل قيمتين، يا اما صفر او واحد، ودائما فيها اللي مخزن فيها قيمه واحده فقط، يا صفر يا واحد. فممكن هي ممكن تمثل الحالتين صفر او واحد، لكن هي بتخزن في الحقيقه دائما يا اما هذه يا هذيك، ما تخزنش الاثنين مع بعض في نفس الوقت.
الريجستر بيكون مجموعه من السيلز جنب بعض بسموه ريجستر. فان سيلز مثلا بتخزن ايش كميه اكبر من المعلومات بحسب الايش الان بيتس الموجوده. الان سيلز مثلا بتساوي لو كان الريجستر المسجل فيه عدد ان من السيلز بنكون البوسيبل ستيتس يكون تخزن فيه حالات كم حاله 2 اس ان. يعني لو كان عندنا مثلا 2 سيلز بيطلع 2 اس ان بيطلع اربع حالات في التخزينه، 2 اس 3 بيطلع 8 حالات في التخزينه هكذا. باينري سيل 2 ستيبل ستيت. الباينري سيل يعني ايش؟ عند ممكن يمثل حالتين ثابتين حالتين دائمتين. ستور 1 بت انفورميشن بخزن بت واحد بخزن بت يا صفر يا واحد. ممكن تمثيله في الفيزياء في الهاردوير يعني في الفليب فلوبس يعني سيركت دوائر الفليب فلوب لانه هي بتعطي لها الفليب فلوب هذه هي قيمه صفر يا واحد حسب ايش الاوتبوت تبعها حسب ايش بالضبط الاوتبوت تبعها. او الفريت كورز اللي هو الشرائح او الرقائق المغناطيسيه يتم شحنها او عدم شحنها بشحنه مغناطيسيه فبكون مخزن فيها صفر او مش مخزن فيها صفر مخزن فيها واحد او مش مخزن فبتكون صفر. الكاباسيتورز عباره عن الشواهد اللي هي عفوا هي اللي عباره عن ايش؟ الكوندنسرات بسموها او المكثفات بكون مشحون شحنه كهربيه يعني واحد مش مشحون شحنه كهربيه يعني صفر. وهذه الحالات تستخدم كلها في ايش؟ في الذاكره بتاعت الحاسوب. يعني هنا هذه فليب فلوب سيركتس في ذاكرات الحاسوب المتطايره تمام. عندنا الفريت كورز في الذاكره في ذاكره القرص الصلب الذاكره الدائمه يعني. وعندنا الكاباسيتورز في الرامات عشان هيك الرامات تفقد ذاكرتها تفقد المحتوى فور ايش؟ انقطاع الكهرباء. الريجستر هو جروب اوف باينري سيلز مجموعه من الباينري سيلز من خلايا الباينري كمثال اي اكس ان ايش اكس 86 سي بي يو كمعالج ايش الاكس 86 ايش تبع الكمبيوترات. ريجستر ترانسفير عمليه مهمه جدا النقل بين الريجسترات او المسجلات. الترانسفير اوف ذا انفورميشن ستورد ان وان ريجستر تو انذر ننقل البيانات المخزنه من ريجستر ريجستر الثاني. وان اوف ذا ميجر اوبريشن في النظم الايش الثنائيه. مثال على ذلك في السلايد الثاني عندنا الكمبيوتر نفسه بياخذ ايش من الانبوت اوتبوت على الكنترول وديها على الداتا باث وبرجعها كما راح يتم المعالجه وبوديها بخزانه في الذاكره وبستردها. كل هذا العمليه هذه كلها شيفتنج بين المسجلات من مسجلات وحده الادخال والاخراج الى وحده المعالجه للذاكره عن طريق ايش نقل البيانات. كلها عباره عن ايش نقل بيانات في ازاحه بيانات في داخل المسجلات سواء كانت العملية سنكرونس أو أسنكرونس. سنكرونس يعني تكون عملية داخلية زي إنه المعالج قاعد لحاله بحاسب بشغل برنامج وهذا البرنامج مثلا إيش بيعمل عملية كالكوليشن أو معالجة لبيانات أو حسابات رياضية داخلية بدوش منه إشي من طرف المستخدم فبكون بكون هذا يسموها أسنكرونس يعني شغال لحاله ومش منتظر منه إشي عشان يكمل شغل عليه. أما السنكرونس في تتابع في العملية زي ما تخش على موقع على حسابك على الفيسبوك او الانتر او الايميل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في جهازك يعني. فعشان تخش صفحه انت الايميلات مثلا الجيميل او اي صفحه ايميلات او موقع الفيسبوك الرئيسي عشان تكمل شغل بعمل لك لود للصفحه عندك على البراوزر متصفح يبين لك اياها عشان تكمل الخطوه الجايه تعمل ايش تحط بالضبط تحط اليوزر نيم والباسورد. وهذه يعني في الخطوه الجايه عشان تكمل تصفحك مطلوب منك تعمل شيء انت وهذا يصير سنكرونس يعني عمليه متتابعه شيء ورا شيء شيء ورا شيء. فهمت كيف هذا سنكرونس تمام. مثال اوضح على ذلك كان عندنا مثلا واحد قاعد بيطبع جون بيطبع حرف ورا حرف العمليه في التتابع جي او اتش ان بتتابع الكنترول بياخذها وبخزن كل حرف في خليه او في ريجستر مسجل اللي هو يسموه الانبوت ريجستر من 8 سيلز. وهذا الريجستر بعدين بيعمل شيفتنج لهاي للحرف الاول مثلا جي على بروسيسور ريجستر مسجلات المعالج فبخزنهم واحده ورا الثانيه كل واحده في ايش في ايش في في ريجستر جي او اتش ان ورا بعض بالتتابع بشكل سنكرونس متتابع تمام. المسجل تبع الريجستر بخزنهم عنده ثم يرسلهم عن طريق ايش ناقل البيانات الى مين عشان يخزنهم في الذاكره فبنقلهم من مسجل المعالج الى مسجل الذاكره الميموري ريجستر وبخزن الحروف ورا بعض زي ما دخلوا بالتتابع جي او اتش ان تتابع صار جون تمام. فهي شيفتنج للمحتوى تبع الريجسترات من الانبوت ريجستر للبروسيسور ريجستر للميموري ريجستر هذا عمليه شيفتنج للبيانات تمام. نيجي على المثال الثاني اللي هو اسنكرونس غير متابع. المعالج عندنا عمل بقوم بعمليه رياضيه اخذ الاوبرند 1
اللي في المقدار الاول، والاوبرند 2 من ايش؟ من الريجسترات تعد الذاكره، تمام؟ هو يونت هي ريجسترز، تمام؟ خزنهم وين؟ في الاير 1 والاير 2 اللي هم الريجسترات تبعات مين؟ تحت المعالج. قامت وحده الحساب الرياضي اللي هي الديجيتال لوجيك سيركت فور باينري اديشن، الجمع الباينري، قامت عمليه رياضيه عددين، والناتج خزنته في الاير 3 اللي هو ريجستر رقم 3 في وين؟ في المعالج. ثم تم نقل محتوى ال 3 بعد ما تم جمع المحتويين هذول الى كم مره الى ريجستر في ايش؟ في الميموري يونت من جديد كايش؟ كاوتبوت. بنلاحظ هان كيف كانت العمليه، لود اير 1، اللي عملنا لود اير 1 من وين؟ من الاوبرند اوبرند ايش؟ 2، ولود اير 2 من الاوبرند 1، بعدين اد، عمليه الاد هذه لغه برمجه اللو ليفل اللي هي ماشين لانجوج بسموها اسمبلي كمان. R3 R2 R1 يعني ايش؟ اد يعني حط في R3 قيمة R1 زائد R1 زائد R2 عفوا، تمام؟ حطها في R3 هنا، ثم بعدين send data، is data send data بتاعت ال R3 وديها على الذاكرة خزنها. فذا other major component of a digital system هي circuit element to manipulate individual bits of information، عشان يعمل عملية manipulation individual bits، يعني يعالج بتات منفردة، يعني هنا جمعهم مع بعض طلع النتيجة، هذه هي معالجة، تمام؟ عالج كل بت منفرد عشان يطلع الناتج تبعهم، تمام؟ هذه الموضوع الريجسترز والايش؟ والباينري انفورميشن بروسيسنج، معالجة البيانات بشكل رقمي، والشيفتنج اللي زاحها بين الريجسترات سواء الانبوت او ريجسترات المعالجة المعالج او ريجسترات الذاكرة، كيف النقل بينهم؟ هذا كيف معالجة بينهم كلهم كلمة كلمة، كل كلمة ثمان خلايا سيلز يعني، وتم تنقلهم بالطريقه هذا معالجه، سواء كانت سينكرونس او اسينكرونس بروسس، عمليه متتابعه تتابعيه ولا غير تتابعيه، تمام؟ نيجي على الباينري لوجيك. الباينري هو منطق الباينري، منطق الثنائي، هو انه نتكلم عن عمليات يتم فيها تطبيق عمليات منطقيه على مجموعه من المتغيرات، المتغيرات نرمز لها بالقياس برموز رياضيه الفابيتيكال ابجديه زي اي بي سي دي اي او اكس واي زد، والتحمل هذا طبعا قيمة من قيمتين، يا اما صفر يا واحد. والعمليات المنطقية يتم تطبيقها في حالة هذه عبارة عن ايش؟ هي الاند اور اند نوت. فالباينري لوجيك بتكون من باينري فاريبلز ولوجيكال اوبريشن زي الاند اور اند نوت، تمام؟ اشهرهم طبعا واساسيات فيهم وهم الاند والاور اند نوت. الاند يرمز لها بالاكس دوت واي او اكس واي بتساوي زد بتساوي زد، وتقرا اكس اند واي وتساوي ايش؟ اكس اند واي بتساوي ايش؟ زد. واللوجيكال اوبريشن او اللوجيكال اوبريشن بسموها ان، ويتم تفسيرها انها ايش؟ انه زد بتساوي واحد فقط اذا كان اكس بتساوي واحد وواي بتساوي واحد، غير هيك بتكون اذروايز زد دائما بتساوي صفر، تمام؟ يعني لازم يكون عشان ان يعني الضرب اصلا لازم يكون واحد ضرب واحد بيساوي واحد، لو كان اي واحد من الطرفين الاكس والواي بيساوي صفر بيطلع ناتج طبعا صفر لانه ضرب العمليه. هذه الان الاور هي عمليه جمع، يعني يرمز لها ايش؟ اكس اور واي، او يسموها اكس زائد واي، اكس بلس واي بتساوي زد، تعني انه زد بتساوي واحد اذا كان اكس بتساوي واحد الواي بتساوي واحد، او البوث اكس بتساوي واحد اند واي بتساوي واحد. في هذه الحاله كلها بكون الناتج عندنا الاوتبوت الزد بتساوي واحد، لا تكون زد بتساوي صفر الا في حاله انه الاكس بتساوي صفر والواي بتساوي صفر، تكون الزد بتساوي صفر. هاي العملية الأساسية الثانية اللي هي الأور. العملية الثالثة اللي هي النوت. The operation is represented by a prime sometimes اللي هو sometimes by an overhead، يعني يتم رمزها بالبرايم هذا بشحطة أو أحيانا بإيش؟ بشحطة أخرى اللي هي فوق الأوفرهيد هذا فوق الإكس زي هيك. إكس داش بنسميها إكس داش بتساوي زد، يعني الإكس نوت يعني بسموها اكس نوت، يعني عكس الاكس هو الزد، بمعنى لما ندخل زيرو اكس بتساوي زيرو بكون الاوتبوت واحد الزد عكسها، ولما تكون الاكس بتساوي واحد بكون الزد بتساوي زيرو عكس المدخل، يعني الاوتبوت عكس الانبوت، لانه هي اصلا نوت الانفيرتنج. هي اوبريشن بسموها كمان الكومبلمنت، لانه عندنا في النظام الثنائي صفر او واحد، وكل واحد مكمل الثاني، فلو كان صفر حيطلع واحد مكمله والواحد مكمله شو الصفر، فبسموها برضه كومبلمنت اوبريشن، لانها بتعكس الادخال وهي ايش؟ يعني بتجيب وهي في النظام الثنائي بتجيب المكمل تبعه يعني.
الرموز والتيبلز تبعتها هكذا، هاي العمل الاند، هاي التيبل تبعتها اكس اند واي بتساوي 0 0، ها اكس او 0 فضل صار ناتج، يعني 0 ناتج، والواي هان 0 صار ناتج 0، لانه في كل الحالات فيها 0 طالما انه تنتين، لما كانوا تنتين 1 1 كان رجع لنا 1. الاور زي ما حكينا قبل شويه دائما 1 بصير 0 غير لما يكون 2 0، في اي حال انه في عندنا 1 من الطرفين الجمع حيطلع الجواب عندنا 1. والنط زي ما حكينا الداخل الخارج عكس الداخل، 0 صارت اكس والواحد صارت 0، تمام. الرموز تبع او العمليه البولين اكسبريشن تبعهم، التعبير الجبر البولين تبعهم اكس دوت واي اكس واي اكس زائد واي واكس داش داش بتساوي زد، تمام. اوكي الرمز تبعها اكس اند واي، الرمز اكس اور واي، والاكس ايش بتساوي زد داش، تمام. اوكي فهذه القصه بتصير بالطريقه هذه. اوكي عشان نفهم القصه كيف عندنا المصباح، يعني المصباح مش راح يضوي غير لما نسكر نغلق المفتاحين، يعني اند اكس واي لازم يكون اون عشان يضوي المفتاح. هاي المثال طبعا المفتاح لما صار عندنا التنتين مرموقين. في الحاله الاور اي مفتاح نغلقه حتمر التيار الكهربائي او يضوي، فان اور او ها المفتاح الاول او المفتاح الثاني هكذا، شفت كيف؟ فان ان ايش صار في اضاءه، تمام. لما اغلقنا اي مفتاح. طيب نيجي على اللوجيك تبعها، لوجيك جيتس يعني الباينري لوجيك تبعهم. عندنا الاكزامبل في باينري للاشاره او السيجنالز الباينري اللوجيك تبعه زي ما حكينا من زمان بنمثلها بالطريقه هذه. بنقول احنا الفيزياء مش عقددنا زي ما حكينا من زمان، وبالتالي مش ممكن يطلع عندنا الجواب صفر يعني صفر وثلاثه خلط يعني ثلاثه خلط، فبيعمل رينج مدى معين نعبر فيه عن الصفر. فنهتم الاختيار من صفر لعند واحد بتساوي صفر، واثنين ثلاثة، اثنين لثلاثة بتساوي واحد اللي هي الهاي، هان لو وهان الهاي. في الترانزيشن هذه منطقة الانتقالية بتكون عبارة عن منطقة غير ايش؟ غير معرفة او undefined، تمام؟ مثلا صفر للواحد سيجنال رينج فور لوجيك زيرو، وعندنا هان سنجل سيجنال رينج فور لوجيك 1 لما 2 3 فولت، وهذا من 0 ل 1 فولت، ومن 1 ل 2 كان ترانزيشن بتوين تو ليميتس وبتعتبر منطقه غير معرفه، تمام. وهذا واقعه زي ما حكينا لما نعمل اي شيء في الطبيعه مش حيطلع بالضبط كذا دائما، كمثال المشهور تبعي اللي بحكيه دائما نعمل 100 كيلو اوم مقاومه، المقاومه مش حيطلع بالضبط 100 كيلو اوم من المصنع، بيطلع دائما في اختلاف بسيط، يعني 98 102 99 101 103 104 97 كيلو اوم، وبالتالي فيش في الطبيعه شيء بالضبط 100 كيلو اوم يعني. وها نفس الموضوع الاشاره مش حاطه عندنا بالضبط 0 فولت، فناخذ رينج معها انها للواحد عشان تكون هي الزيرو المنطقيا، واثنين ثلاثه عشان بيطلع بالضبط مش حيطلع بالضبط 3 فولت بالضبط، فبنمشي من اثنين للثلاثه وهكذا. وفي النص طبعا بيعتبر تشويش منطقه مرحله انتقاليه فيعتبر لا قيمه له، تمام. نيجي هنا على موضوع تمثيل لوجيك جيتس، عندنا الان والاور والنط. الان اكس طبعا هي عندنا هان طبعا كلهم اكس واي كمداخل، اكس واي هي المدخلين صفر صفر، حيطلع الان كيف عندنا اكس ضرب واي ضرب يعني، وين ما كان عندنا اصفار حيطلع ناتج اصفار، عندنا اي واحد فيهم صفر حيطلع الجواب صفر، لما كان عندنا فقط الاكس والواي بيساوي واحد طلع الناتج عندنا ايش؟ واحد. لما الاثنين كانوا هان واحد فيهم صفر طلع الجواب صفر، وهان اثنين صفر طلع الجواب صفر، تمام؟ يعني في حاله واحده كان عندنا الناتج واحد لما كان الاكس والواي بتساوي ايش؟ واحد، كانت عندنا الواي الزد الان بتساوي ايش؟ هاي واحد. الاور لما وين ما يكون في عندنا وحدات في اي حاله انها مثلا حالتين ها حيطلع لنا الجواب عندنا واحد، كل واحد لما كان اصفار طلع الجواب صفر، يعني فورا لما صار اكس بتساوي واحد طلعت لفوق، عندنا هان اكس وواي بتساوي واحد طلعوا فوق، عندنا هان ايش الواي الواي بتساوي واحد كمان ضلوا فوق، بعدين نزل كمان مره على الصفر. النط العكس الاكس، يعني عندنا الصفر صارت واحد، واحد صارت صفر، الواحد صارت صفر، صفر صارت واحد، والصفر صارت واحد. هاي تمثيل الاشاره الاوتبوت ايش للثلاث بوابات الرئيسيه هذه. بيجي عندنا بعدين اخر سلايد في المحاضره اللي هو البوابات اللي هي الاند والاند والاور، اللي في اكثر من انبوت، عندنا 3 انبوت وهان 4 انبوت. نفس الامر
هاي رمزها الجرافيك، الجرافيك يعني تبعها كيف تبتسم، وعمليا نفس الشغل تبع الـ 2 inputs ولا 3 inputs، لازم يكون عشان يطلع الجواب الاف عندنا بتساوي واحد، لانه ضرب لازم يكون الاي والبي والسي كلهم واحدات، غير هيك بيطلع عندنا الصفر. في الاور اي واحد فيهم بيطلع واحد، بيطلع الجي عندنا واحد، تمام؟ نفس العمليه اللهم بس نعرف الرمز تبعهم كيف شكله، وانه في ممكن كمان نعمل ايش؟ بوابات منطقيه باكثر من مدخلين سواء كانت اند او الاور، تمام؟ هذا بالنسبة لمحاضرة الجزء الثالث أو الأخير من الفصل الأول، أرجو أن يكون ما أطلتش عليكم كثيرا، بارك الله فيكم على حسن الاستماع، وإن شاء الله إلى لقاء آخر، وإذا كان في حاجة لقاء مباشر لأسئلة وأجوبة إن شاء الله نتواصل مع بعض عن طريق الواتساب جروبز أو غيره، ونعمل لقاء مباشر على الجوجل ميت أو الزوم حتى يتم توضيح أي مسائل عالقة. بعون الله إن شاء الله رب العالمين، وراكم على خير، دمتم بصحة وخير وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.